مولود الدلو عنده أسبوع مناسب جدا، اجتماعي إيجابي، نوعية وقت داعمي ووعدي، أخبار بتطمن، ارتياح، مصالحات، تحولات جيدة جدا لصالحك. هالأمر بخليك تنتصر على الأوضاع وتدخل بمرحلة أكثر إشراقا مع وجود القمر بالسرطان. يومي السبت والأحد يلي بيحمل لك نقلة نوعية، مساعدات فلكية وتحركات نشيطة ومثمرة بتخليك تنتقل لموقع أفضل بالشغل، لكن رح تتبدل الظروف وتخف الطاقات وتخف حماستك مع انتقال القمر للأسد، يعني لأعلى نقطة بالدائرة الفلكية ليشكل مثلث فلكي مع الشمس من برج القوس التنين والثلاثة، وبيسبب لك نوع من إزعاج ومزاجية. ما تنزع الفرص، حاول انك تتغلب على طباعك الاستفزازية والعصبية، وحاول انك تستريح وتخفف من الاوهام وما تلعب بالنار وما تصدق الواهمين، اطلب ضمانات لكل شيء بينعرض عليك. بتتحسن الامور وبتكون التوجهات افضل، وبتعطيك راحه تفاعل مع وصول القمر لبرج العذراء بين الاربعاء والجمعه، وبشكل مربع فلكي مع الشمس من القوس. من الضروري انك تصحح الاخطاء وتعيد الامور لمجراها الطبيعي، وانك تلاحق اعمالك بنفسك حتى تسيطر من جديد على الاحداث. بتتابع التقدم وبتتخطى كل الاحداث الطارئه، وبتثبت عن جدارتك وبتكون انت الرابح الاكبر ضمن هالفتره الزمنيه الاستثنائية اللي بتعطيك الدعم، بتكرمك وبتوصلك للقمة. أيام رائعة من الانتصارات والنجاحات، وبتكون أنت النجم بمحيطك، بتزهر علاقاتك المهنية وبتحقق أكثر من إنجاز. عاطفيا، وجود كوكب الزهرة بمواجهة برجك من جدي بيولد بعض التجاذبات وبخليك تفقد الثقة بالنفس، وبخلي التأثيرات المتناقضة لكوكب الحب تخليك تواجه المخاوف وتميل للازدواجية أو يهتف قلبك لاتجاهين. كمان الجو العاصف بيصير مسألة عائلية بتخص حدا من الأولاد. أما العازب، من الحكمة أنك تتصرف بوعي ومنطق وتبتعد عن الكلام الجاف وتلتزم بالواجبات على أكمل وجه.